السلام عليكم، معاكم الطالبة نعيمة علي هدى، ماجستير قسم إدارة التمريض، كلية التمريض جامعة بنها. هنتكلم في محاضرة المانجمنت اوف نيرسينج بيرسونال ان هيلث انستيتيوشن تبع مادة البيرسونال افيرز مانجمنت، إدارة أفراد المؤسسة، نيرسينج ادمنستريشن ديبارتمنت، اندر سوبرفيجن اوف دكتور سلوى ابراهيم محمد، اسيستنت بروفيسور اوف نيرسينج ادمنستريشن فاكولتي اوف نيرسينج بنها يونيفرستي. هنتكلم اول حاجه في البدايه الاوبجكتيفز، جنرال اوبجكتيف وسبيسيفيك اوبجكتيفز. جنرال ات ذا اند اوف ذس ليكتشر ذا بوست جرادويت ستودنت ويل اكيور نوليدج اباوت مانجمنت اوف نيرسينج بيرسونال ان هيلث انستيتيوشن. سبيسيفيك اوبجكتيف ات ذا اند اوف ذس ليكتشر ذا بوست جرادويت ستودنت ويل بي ايبل تو ديفاين مانجمنت بيرسونال مانجمنت هيومن ريسورسز هيومن ريسورسز مانجمنت اند هيلث كير انستيتيوشن. ديسكاس نيتشر اوف personal management, discuss the history of human resources, discuss function of personal management, list the function of human resources manager, mention classification and the duties of nursing personnel, enumerate the element of personal management. Introduction في البداية. Management is essential for an organized life. Good management is the backbone of successful organization. Managing life means getting things done to achieve life objective, and managing an organization means getting things done with and through other people to achieve it objectives. في البداية الإدارة هي عصب الحياة أو أهم حاجة في تنظيم حياة جيدة، لابد إن احنا نديرها بطريقة جيدة. فالجود مانجمنت از ذا باك بون اوف سكسسفل اورجانيزيشن. أي منظمة بتعتمد على عشان تكون ناجحة لازم يكون فيها إدارة جيدة. مانجينج لايف مينز getting things done to achieve life objectives. فبالتالي عشان اقدر احقق الاهداف بتاعه المنظمه لابد ان يكون في عندي اوبجكتيف اقدر امشي عليها عشان اديرها بطريقه جيده للحصول على اهداف المنظمه. management refer to the tasks and activities involved in and directing organizing or one of its units through planning organizing leading directing and controlling. وإدارة أو الإدارة بتشير إلى هذه المهام والأكتيفيتيز التي ينطوي عليها توجيه المنظمة أو أي وحدة من وحدات المنظمة من خلال عملية تنظيم تخطيط قيادة توجيه وتحكيم أو تحكم إن إحنا نعمل كنترولينج. بعد كده managing personnel concentrate on certain administrative human resources categories. It include job analysis, strategic personnel planning, performance appraisal and benefit coordination. إدارة الأفراد بتركز على بعض administrative human resources categories، بعض الفئات أو بعض الكاتيجوريز الخاصة بالهيومن ريسورسز والتي تشمل جوب اناليسيس تحليل اللي هي الجوب اناليسيس او المسمى الوظيفي، تخطيط استراتيجي للموظفين اللي موجودين معايا، تقييم ادائهم، ازاي اعمل تنسيق كوردينيشن بين الموظفين وبعضهم. It also involve recruitment and screening and new employee orientation and training. Lastly it involve wages dispute resolution and other record keeping duties. اكيد طبعا من خلالها بقدر اعمل تقييم لاداء الموظفين زي ما احنا اتكلمنا. هنعمل ايه تاني؟ هتعمل على توجيه الموظفين الجدد اللي هم اي موظفين بيجوا جداد، بنقدر ان احنا نوجههم ازاي هيقدروا يشتغلوا، هيشتغلوا على ايه، هي المهام اللي هتطلب منهم، ازاي اعمل لهم تدريب، واكيد في الاخر خالص هنشوف ايه السالاريز اللي احنا بنقدر نديها لهم او السالاري اللي بتعتمد على الشغل اللي هيشتغلوا. تمام. فبالتالي human resources play an important part of developing and making a company or organization at the beginning or making success of the end due to the labor provided by employee. الhuman resources برضو إدارة الموارد البشرية بتلعب دور مهم جدا في تطوير بل وإنشاء شركة أو منظمة منذ بداية هذه المنظمة حتى نجاح هذه المنظمة. Due to the labor provided by the employee. احنا عصب هذه اهم بارت او اهم شخص في او اهم حاجة في المنظمة دي element هو الامبلويي. The human resources is intended to show how to have better employment relations in the workforce.
دايما بتعمل هذه المنظمة على ازاي بتوضح لك ازاي هي الريليشنز شيبس اللي موجودة بين الموظفين in the workforce, also bring out the best work ethics of the employee and therefore making a move to better working environment. ايه هي البيست ethics او best work ethics اللي بيشتغلوا عليها الموظفين, وبالتالي في الاخر خالص بيحصل او بنحصل على better working environment. بعد كده بنتكلم ان الـ Human Resources Department الـ HR of an organization perform human overseeing various aspects of employment. يعني ايه؟ قسم إدارة الموارد البشرية اللي هو قسم الموارد البشرية بيشتغل على الإشراف على معظم جوانب التوظيف الخاصة بالتمريض أو الخاصة بالموظفين, بيشتغل على زي ايه؟ اللي هي الـ overseeing the various aspects of employment زي الـ complaints الشكاوى مثلا الخاصة بيهم, الجزء الخاص بالقوانين الموظفين, الـ employment standard المعايير اللي بيمشوا عليها, الـ administration of employment benefits, organizing of employees files with the required documents for future reference and some aspect of recruitment and employee offboarding. اكيد طبعا بيشوف ما هي زي ما احنا قلنا كلمنا عن المعايير اللي ماشي عليها المنظمة, المزايا بتاع الموظفين, ازاي اقدر اعمل تنظيم لملفات الموظفين, اشوف المستندات الخاصة بالموظفين كل واحد فيهم وازاي اقدر ارجع عليها في اي وقت, وكل الجوانب الخاصة بالموظفين بقدر اتعامل او بتكون موجودة في الهيومن ريسورس ديبارتمنت في قسم الموارد البشرية ده. هنتكلم بقى في الديفينيشنز الخاصة بالموضوع بتاعنا. اول حاجة المانجمنت, يعني ايه كلمة مانجمنت؟ مانجمنت يعني ادارة. It is a set of principles relating to the function of planning, organizing, directing, controlling and the application of these principles is harnessing physical, financial, human and informational resources effectively or efficiently and effectively to achieve organizational goal. الإدارة عبارة عن مجموعة من المبادئ المتعلقة بوظائف التخطيط اللي هي relating the function of planning. مبادئ مش كده وبس, مش تخطيط بس, the organizing, directing, controlling and the application لكل البرنسبلز الخاصة بالموارد المالية والمادية والبشرية والمعلوماتية حتى بطريقة efficiently بكفاءة وeffectively بفاعلية to achieve organizational goals. البيرسونال مانجمنت ده تاني حاجه. الاداره او البيرسونال اداره الاشخاص اللي موجودين في المؤسسه كان بي ديفايند اوبتيننج اند يوزنج مينتيننج ا ساتيسفايد ورك فورس. هذه الاداره بتهتم بان انا احصل على قوه عامله تكون راضيه ساتيسفايد. ات از ان سيجنيفيكانت او سيجنيفيكانت بارت اوف مانجمنت concerned with employee. اذا هو ده او الشخص او الجزئية دي جزء مهم في الادارة بيهتم بالموظفين اللي موجودين معايا في الشغل وعلاقتهم في الاخر and its relationship with the organization وعلاقتهم بالمنظمة. بعد كده البيرسونال مانجمنت برضو هو عبارة عن planning, ازاي بخطط, organizing بنظم, compensation بقدر اعمل تعويض ليهم, integration دمج, و maintenance of the people for the purpose of contributing to the organization. ليه؟ بغرض, بهدف, الهدف بهدف ايه؟ بهدف المساهمة في الأهداف التنظيمية سواء للorganization كلها على بعضها أو individuals أو societal goals أو أهداف سواء أهداف تنظيمية أو فردية أو مجتمعية. بالتالي the personal management is the part which primarily concerned with human resources of the organization. هو البارت أو الجزء الذي يهتم في المقام الأول بالموارد البشرية اللي هي the organizational of human resources. The personal management برضو another definition بطريقة تانية is defined as administrative specialization that focuses on hiring, developing employees to become more valuable to the company. يعني ايه إدارة شؤون الموظفين؟ تعرف أنها تخصص الإداري is defined as administrative specialization. التخصص الإداري الذي يركز بتبقى بيركز على ايه؟ بيركز على توظيف الموظفين, تطوير الموظفين, developing الامبلويين,
and to become more valuable to the company. عشان يصبحوا أكثر ولاء وأكثر قيمة خاصة بالcompany هي اللي هتحددها أو هي اللي في الآخر هتوصل الcompany دي إنها تنجح أو تفشل. هي اللي هتحقق هدفها أو ما تحققش هدفها. It is sometimes considered to be a subcategory of human resources that only focuses on administration. تعتبر أحيانا من الموارد البشرية بتركز عليها الإدارة هي إدارة الأفراد اللي موجودين فيها في المؤسسة من أهم الحاجات اللي بتركز عليها الإدارة. Resources موارد بشرية الأشخاص. It's used to describe بتركز على سواء البيبل who work for the company الناس اللي شغالين في المؤسسة أو شغالين في الشركة أو الorganization and the department responsible for managing resources. إذن بتركز على الأشخاص اللي شغالين في الorganization أو الأشخاص اللي بيديروا الناس دي أو بيديروا responsible for managing resources related to employee. The term كلمة human resources were first coined in 1960 في فترة الستينيات عندما بدأت قيمة الليبر قيمة الليبر ريليشن began to garner attention. طبعا بدأت مع واحد يعني بدأت قيمة ان احنا نفكر في الموظفين نفكر في حاجة اسمها الموتيفيشن ليهم والأورجانيشن والبيهيفير and selection assessment began to take shape بدأ يأخد وضعه ان انا بدأت افكر في الناس اللي شغالة ازاي اقدر احفزهم ازاي اقدر اشوف السلوكيات بتاعتهم اللي في الاخر هتأدي الى ان احصل على يدوني تاسكس او يدوني المهام بتاعتهم والأوبجكتيف بتاعتهم بطريقة كويسة او بطريقة صحيحة وبطريقة بذات جودة. تمام. بعد كده الهيومن ريسورسز مانجمنت ال HRM او ال HR ادارة الموارد البشرية هي عبارة عن استراتيجيك ابروتش فرع او نهج استراتيجي to the effective management of people in the company of the organization. يعني الادارة الافراد الموجودين في المؤسسة او الموجودين في الشركة that they help their business gain a competitive advantage. اكيد من خلالها بتساعد لو انا اديت الاشخاص اللي شغالين في المؤسسة هخليهم يكون فيهم competitive advantage يعني ميزة تنافسية هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى نحصل في الاخر على كل واحد هيعمل على انه يدي افضل ما عنده فبالتالي الشغل بتاعي يبقى كويس. It is designed to maximize employee performance in services of an employer's strategic objective. Human resources management is primarily concerned with the management of people within the organization, focuses on policies and system. يعني الهيومن ريسورس دي منظمة او مصممة عشان تشوف اداء الموظفين تحدد او من خلالها تقدر تشوف الاهداف الاستراتيجية لصاحب العمل اللي من خلاله الادارة بتاعت الموارد البشرية في المقام الاول بتهتم بيه داخل هذه المنظمات عشان بتركز على الاشخاص بتركز على البوليسز والسيستمز النظام والسياسات اللي موجودة. الهيلث كير انستيتيوشن means a public or non-profit organization. الهيلث كير انستيتيوشن مؤسسات الرعاية الصحية بتشمل او بتعني مؤسسة عامة public وغير ربحية تقدم الرعاية الصحية لريليتد سيرفيسز او اي حاجة لها علاقة بالرعاية الصحية هم اللي بيقدموها الهيلث كير انستيتيوشن including but not limited to the provision of inpatient and outpatient بتشمل على سبيل المثال الحصري يعني مثلا الاوتبيشنت كير الدياجنوستيك الثيرابيوتيك سيرفيسز اللابوراتوري سيرفيسز الميديكال دراجز النيرسينج كير كل هذه الاسيست ليفنج الالدرلي كير كل الحاجات دي كلها واي ريليتد سيرفيسز بتقدمها الهيلث كير انستيتيوشن. Natural of personal management هنتكلم عن طبيعة الـ personal management بيقول لك تشمل الـ function of employment development and compensation these functions are performed primarily by personal management and in consultation with other department. في البداية خالص هي عبارة عن الوظائف أو إدارة الشؤون الموظفين دي عبارة عن إيه بننفذ من خلالها المهام اللي بتقوم بجدولتها أو بتقوم بأن تعمل لها يعني listing ليها إدارة شؤون أفراد المؤسسة اللي موجودة مع المنظمات الأخرى اللي موجودة في المؤسسة. The personal management is an extension to general management. It is concerned with promoting and stimulating competent workforce to make their fullest contributing to the
كونسيرن. الإدارة دي امتداد الإدارة العامة اللي هي ايه؟ اللي هي الجنرال مانجمنت، من خلالها بتعمل ايه؟ بتعمل بروموتينج سيميوليتينج للورك فورس الموجودين، عشان اي حاجة له متعلقة بيهم بتعمل لها موتيفيشن او بروموشن بتحسنها. بيرسونال مانجمنت اكزيست تو ادفايس اند اسيست ذا لاين مانجر، اللي هو مين اللاين مانجر؟ طبعا اللي هو الشخص المدير الكبير او الفيرست لاين مانجر اللي صاحب العمل. In the personal matters, therefore, personal department is a staff department of an organization. تمام. Personal management lays emphasis on action rather than making lengthy schedules, plans, and work methods. The problem and grievance of people and at work can be solved more effectively through rational personal policies. الإدارة بتاعة الموارد البشرية أو إدارة الأشخاص بتركز على إيه؟ بتركز على الأكشن، إن أنا أشوف أكشن أكتر أو أفضل من إني أشوف طرق اللي يعني بتركز على الأكشن، إن أنا في الآخر يديني أوتكمز كويسة، البلانز بتاعتي، الورك ميثودز، السكيدولز، الجداول، البروبلمز اللي بيشوفوها لو في مشاكل مظلمة ولا حاجة تبع الأشخاص اللي شغالين، ده بتهتم بيها البيرسونال مانجمنت. It based on بتركز على إيه؟ التوجيه، الهيومن أورينتيشن، التوجيه البشري. It try to help the worker to develop their potential fully to the concern. طبعا بتساعد العمال وبتساعدهم ان هم كل حاجة لها علاقة بهم وكل حاجة هم concerned بيها. It's also motivate employees through its effective incentive plans so that the employee provide the fullest cooperation. اكيد طبعا بتعمل على motivates الامبلوي، تحفز الموظفين من خلال الخطط بتاعة التحفيز دي، بحيث يقدم الموظفين اللي عندي افضل ما عندهم، يقدموا افضل تعاون بينهم عشان يحققوا الاهداف. Personal management deal with human resources on of concern in context to human resources. It's managers both individual as well as blue collar workers. History of human resources. ازاي عملية او human resources دي بدأت؟ بيقولك ان human resources is referred، كانوا بيسموها personal administration، ادارة شؤون الموظفين يعني. في عشرينيات اللي هو في القرن العشرين يعني، البيرسونال ادمنستريشن كانت بتركز في البداية على ازاي تعمل تقييم evaluating للموظفين، ولكن بعد كده ما كانتش ولكنها مش جايزة، كانت بتعتمد على تقييم الموظفين، compensation الموظفين فقط لغير، ازاي تعمل تعيين وتقييم وتعويض بس، ما كانوش بيركبوا على علاقة، ما كانوش هما بيركزوا على العلاقة بين الموظفين وبعضهم البعض، والعلاقة بين افراد المؤسسة او الديبارتمنتس الموجودة في المؤسسة وبعضها. تمام. الشغل بيؤدي الى ان الشغل مش بيبقى كامل على اكمل وجه. تمام. According to HR على حسب HR او Human Resources ماجازين article، في البداية خالص بدأ المصطلح بتاع Human Resources بدأ يكون موجود في 1900. اللي صاحب الحاجة دي كان جون هنري باترسون، organized the personal department للتعامل مع الشكاوي، الأمن بتاعة الموظفين، safety information for supervisors، كل الحاجات دي كلها بدأ يتطور عشان نقدر نحصل على ان يكون عندنا effective management اللي بيؤدي الى greater outcomes للإمبلوي satisfaction. طبعا احنا من الحاجات المهمة جدا في عملية تقييم الموظفين ان يكون الموظفين في الاخر عندهم satisfaction للشغل اللي هم بيشتغلوه. تو as well as encouraging employees، ان احنا نشجع الموظفين ان هم يشتغلوا عشان to achieve better business objective. بعد كده now human resources focusing on slide of management. اكيد طبعا الموارد البشرية بتأكد او بتركز على البيبول كجزء مهم جدا في الادارة، من خلاله المودرن تراديشنال فيرجن مور لايكد، يعني
الجزء ده بدأ ان هو يتطور ويدينا second definition اللي هو ال HR management circle the ideas of management of people organization اللي هو بيوضح لك ادارة الافراد اللي موجودة في المؤسسة from macro management من حاجة كبيرة الى كل الحاجات الصغيرة اللي موجودة اللي like customers الcompetitors المنافسين اللي معانا والموظفين. بدأ يركز focus on making the employment relationship fulfilling for both management and employee. يعني بدأ يركز على employment management مش بس للمانجمنت لا كمان للامبلويي. فانكشن اوف بيرسونال مانجمنت. عندنا البيرسونال مانجمنت بتقسم لنوعين مانجنج فانكشن اوبريتيف فانكشن. مانجنج بلاننج اورجانيزنج دايركتنج موتيفيتنج كنترولنج اوبريتيف اللي هي البروكيومنت بيرسونال ديفلوبمنت بيرسونال كومبنسيشن بيرسونال انتجريشن والمينتيننس. الفانكشن اول حاجه زي ما احنا قلنا اللي هي البلاننج. بلاننج هي عباره عن ايه؟ تخطيط. تخطيط is deciding in advance what to do in future. In the context of personal management it is concerned with manpower planning studying turnover rate forecasting the future requirement of personal and planning for selecting and training procedure على سبيل المثال مثلا. إذن التخطيط ان احنا بنشوف ايه اللي احنا محتاجينه او expected او deciding in the future. من خلال البيرسونال مانجمنت بدأنا نركز على المان باور بلاننج ونركز على ندرس الفيوتشر بتاعهم المتطلبات اللي محتاجها الريكويرمنت اوف بيرسونال. نعمل بلاننج نعمل لهم تريننج بروسيدجرز لو احنا مثلا هم عندهم ديفكت في حاجه معينه ازاي نقدر نطور منهم. فهو ده البلاننج. اورجانيزنج ان انا اقدر اعمل لهم تنظيم. هذا التنظيم بيشمل establishment of interrelationship with organization يكون فيه تنسيق مثلا بين منظمات او departments اللي موجودة في المنظمة. بيشمل it provide a structure for the company for identifying the various subgroups heated by individuals in managerial as well as operative job. يعني بيشمل التنظيم دوان على إقامة العلاقات المتبادلة داخل المنظمة من خلالها الشركة بتقدر تحدد المجموعات الفردية المختلفة اللي من خلالها الأفراد بيقدروا يعملوا الجوبز بتاعتهم سواء هي مانجيريال جوبز أو أوبريتيف جوبز. دايركتنج اللي هي عملية التوجيه ان انا بدايركت الايه الموظفين الوركرز تو ديفلوب كوميونيكيشن نتوركس انتربريتنج فاريوس اندستريال لوز اند انتجريتنج وركرز كل ما له علاقة بالقوانين ان انا اعمل انتجريتنج للوركرز ادمجهم مع بعض اشاركهم في الشغل مع بعض ده اسمه دايركتنج. موتيفيتنج تحفيز طبعا. الموتيفيشنال فانكشن انفولف موتيفيشن اوف امبلويي ثرو فاينانشال اند نون فاينانشال انسنتيف it to increase productivity. controlling اللي هي ال personal department provide basis data for establishing standard and make jobs analysis and performance appraisal. اللي يعمل control اسيطر على الاشخاص اللي موجود عندي اديهم basis يمشوا عليها standard يمشوا عليه job analysis performance appraisal. تمام. اذا controlling من خلال في basis في data في standard في job analysis في تقييم في الاخر. functions ده ثاني وظيفة زي ما احنا قلنا اللي هي رقم واحد البروكريومنت اوف بيرسونال اللي هي عبارة عن ايه الوظائف اللي هي التنفيذية. رقم واحد الاوبريشنال فانكشن اسمها وظائف تنفيذية لها علاقة بالتاسكس اللي احنا بنعملها ازاي بيتعمل. البروكريومنت اوف بيرسونال اللي هي شراء الموظفين لها علاقة بالموظفين من حيث اختيار الموظفين من حيث التحكم بالوظيفة الانترودكشن ازاي اعرفهم على الشغل وازاي اديهم اتنبأ مثلا بكل حاجة لها علاقة بالموظفين ما لها علاقة بالهيومن ريسورسز بلاننج. يعني رقم اتنين ديفلوبمنت اوف بيرسونال ازاي تطوير او تطوير الموظفين اللي شغالين معي. ديفلوبمنت اوف وركرز اند مانجر ديماند systematic programs for employee training and management development programs for of performance appraisal promoting and transfer على سبيل المثال also included under this function. يعني كل ما له علاقة بتطوير الموظفين والمديرين من حيث البرامج والتدريب والتطوير الإداري أو أي حاجة لها علاقة بتقييم الأداء عشان أشوف المشكلة مثلا فين وأقدر أدي تريننج عليها يكون في ترقية يكون في نقل الموظفين ده بيشمله الديفلوبمنت اوف بيرسونال
اللي هم الموظفين نفسهم. compensation of personnel معناها ان احنا بنقدر نشوف تعويضات الموظفين له علاقة بكل ما له علاقة بالماديات بقى، سواء بقى سالرز، سواء بقى بعمل لهم مكافئات، بشوف compensation تعويضات، بشوف اي حاجة بتخلي بتخلي الشخص اللي هو البيرسونال امبلوي ده satisfied with money in the market for goods and services. Economic compensation involve varied and complex problems it govern labor management relations. التعويض الاقتصادي الذي ينطوي على هذه المشاكل والتحكم في كل relations management relations اللي هي علاقات العمل بيشمله بيكون موجود فيه. Integration اللي هي التكامل، يعني individuals الأشخاص، السوشيال المجتمعيات، الorganizational goals ده كله interested في الآخر in diverse أو بيكونوا موجودين مع بعض عشان يحققوا الأهداف. they have to be reconciled and promptly coordinated or integrated. then only employee can offer their willing cooperation for united and jobs enterprise democratics management reduce conflict and assure effective moral and motivation. Maintenance it covers personal activities relating to employee health and safety, favorable work environment, employee benefits and services, labor work for work welfare, workers participation on management. يعني بيشمل ان احنا بنشوف الانشطة بتاعت الموظفين المتعلقة بالصحة بتاعتهم والسلامة، بيئة العمل اللي بيشتغلوا فيها، ايه هي الخدمات والاستحقاقات اللي هم محتاجينها، الاعمال مثلا رعاية العمال ان انا اشوف كير ويلفير الرفاهية بتاعتهم دي كلها بتشمل. classification and duties of nursing personnel. رقم واحد nursing director، ما هي وظائف النيرسينج دايركتور؟ formulating of the aims and objectives and policies of the new nursing services, staffing basis on the nursing requirement according to the accepted standard of the medical standard, planning and directing the nursing. تمام، في الاول تاني احنا بنقول احنا بنتكلم عن nursing director اللي هو المدير بتاع التمريض او رئيس التمريض، بتعمل على ان هي بتشوف بتشكل اهداف وسياسات بتاعه المنظمه دي اللي هي الايمز والاوبجكتيف والبوليسز للنيرسينج سيرفيسز. رقم واحد staffing based on the nursing requirement according to accepted standard، تشتغل طبعا according to medical standard اساسيات وبرنسبلز ماشيه عليها، تعمل planning directing للنيرسينج كير اكيد، coordinating الانتر ديبارتمنتال اكتيفيتيز بتعمل coordination تنسيق الانشطه او اللي هي الاداريات المختلفه تعمل coordination بينها، maintaining the supplies and equipment بتحافظ على المستهلكات والمستلزمات ان هي تقدر توفرها، بتشوف الميزانيه وبتعمل على keeping records and reports الحفظ السجلات والتقارير. الفانكشن اول حاجه زي ما احنا قلنا اللي هي البلاننج. بلاننج هي عباره عن ايه؟ تخطيط. تخطيط is deciding in advance what to do in future. In the context of personal management it is concerned with manpower planning, studying turnover rate, forecasting the future requirement of personal and planning for selecting and training procedure على سبيل المثال مثلا. إذن التخطيط ان احنا بنشوف ايه اللي احنا محتاجينه او expected او deciding in the future. من خلال البيرسونال مانجمنت بدأنا نركز على المان باور بلاننج ونركز على ندرس الفيوتشر بتاعهم المتطلبات اللي محتاجها الريكويرمنت اوف بيرسونال، نعمل بلاننج، نعمل لهم تريننج بروسيدجرز لو احنا مثلا هم عندهم ديفكت في حاجه معينه ازاي نقدر نطور منهم، فهو ده البلاننج. organizing ان انا اقدر اعمل لهم تنظيم، هذا التنظيم بيشمل establishment of interrelationship with organization، يكون في تنسيق مثلا بين منظمات او الديبارتمنتس اللي موجودة في المنظمة، بيشمل it provide a structure for the company for identifying the various subgroups heated by individuals in managerial as well as operative job. يعني بيشمل التنظيم دون على إقامة العلاقات المتبادلة داخل المنظمة، من خلالها الشركة بتقدر تحدد المجموعات الفردية المختلفة اللي من خلالها الأفراد بيقدروا يعملوا الجوبز بتاعتهم سواء هي managerial jobs أو operative jobs. تمام.
function of personal management. عندنا personal management بتقسم لنوعين, managing function و operative function. managing, planning, organizing, directing, motivating, controlling. operative اللي هي procurement personal, development personal, compensation personal, integration وال maintenance. نتكلم عن واحدة واحدة بالتفصيل. رقم واحد manage سينيور ستاف نيرس. السينيور ده اللي هو بيكون اكبر, او اللي هم السينيور اللي هو بيكون الاقدم والاكفأ اللي موجود في المكان, يعني بتبقى بالاقدميه شويه. السينيورتي بيختلف عن الشخص اللي هو لسه متعين جديد. السينيور نيرس ورك اندر ذا وورد ان تشارج, هو اللي بيشتغل في المكان بيكون كفء شويه. زي هاف تو ريبورت تو ذا ديوتي ان تايم اند ساين ذا ريجستر. طبعا هو اللي بيعمل ريبورتنج, بيبلغ بكل الديوتس اللي عملها ويوقع اهم حاجه عشان كدوكيومنتيشن. زي بروفايد انديفيديوال كير تو بيشنت هو ار سيريوسلي ال as assigned by the junior nurse. طبعا هو اللي بيتعامل او بيمسك الحالات اللي هي اكتر خطورة او اكتر فيها تعبان اكتر من اي حد, عشان وبيساعده طبعا فيها اللي هم junior nurse. زي report the patient care to ward in charge regularly, بيعمل report لكل patient care في الموجودة في الورد دي بانتظام. زي رايت ريكورد ذا بيشنت ديتيلز اون ذا نيرس ريكورد, دايما بيكتب الريكوردز اللي ما خاصه بالبيشنت بالتفصيل, عشان لو حصل فيه راوند واي حاجه يعمل برضو بيبلغ بيها الدكتور وبيبلغ بيها الهيد نيرس. زي مينتين ذا بيشنت كير شيت which has patient identification data with doctor sheet و diagnostic sheet, بيحافظ على كل ما الشيت او البيشنت كير شيت اللي بيحتوي على كل ما له علاقة بالبيشنت identification و ورقة الدكتور وورقة التشخيص. staff nurse اللي هم النيرس directly provide اللي هي بتقدم الكير بصفة مباشرة. learn the policies بتاع, بتكون طبعا هذه الستاف نيرس دي بتكون عارفة البوليسز بتاعت الهوسبيتال اللي شغالة فيها. and work according to the standards, بتشتغل according to المعايير الرعاية المفروض تقدمها. is responsible for immediate functioning of the unit, مسؤولة عن كل ما له او immediate function اللي المفروض اي حاجة لازم تعمل ضروري للوحدة او الورد. هي element of personal management الorganization تشمل كم حاجة. احنا عندنا او عندنا منظمة, المنظمة دي تشمل ايه؟ تشمل او مكان شغل, مكان management personal, بيشمل الاشخاص اكيد البيرسون, بيشمل الادارة, بيشمل وظيفة الاشخاص دي بيقدموها. ثلاث حاجات متكاملين. الorganization في البداية كده بتعرف بايه؟ هي المنظمة. It is said to be the framework of mainly activities taking place in views of goals available in a concern, and organization can be called as physical framework of various interrelated activities. إذن عبارة عن الأهداف المتاحة التي يهتم بها الworkers اللي بيقدروا يحققوها.
من خلال عملية من خلال organization بنقدر write from manpower planning للإمبلويي maintenance all activities take place within this framework the nature of the organization is dependent upon its goals the business concern will be profit making clubs hospitals schools على سبيل المثال their goal being services the objective of consultancy being provided sound advice achievement of the organizational goals depend upon the organizational structure بالاخر خالص خالص الهدف من تقديم المشورة الجيدة او السليمة تحقيق اهداف المنظمة اللي هي بتكون حطها في بدايتها رقم تاني او تاني حاجة اللي هي second part اللي هو الجوب الوظيفة اللي بيقوم بيها performed activities أو الأنشطة اللي بتتعمل بواسطة في داخل المنظمة it says that goals of enterprise can be achieved by achieved only through the functional department من خلال أو بتعمل فقط بواسطة الناس اللي هم functional department الجزء اللي هو function and it's therefore seeing the size of the organization today The nature of activities are changing. طبيعة الشغل طبعاً أو الأكتيفيتيز بتختلف. ممكن تكون يعني من فترة إلى فترة بيحصل فيه جديد. فبالتالي طبيعة الأكتيفيتيز اللي مفروض بنقدمها أو الوظائف بتختلف على حسب الجوب اللي أنا شغالة فيها أو على حسب البوزيشن اللي أنا فيه. It's addition to their three primary department, personal and research department are new addition. تمام. هما last and foremost element of personal management is people اهم طبعا جزء او element في ال personal management هما الاشخاص اللي شغالين اللي هما organizational structure where the main aim is to achieve the goals different kinds of people with different skills are appointed people from the most important element because ليه البيبول هم افضل او اكتر ناس خاصه بالمنظمه اهم ناس هم طبعا رقم واحد لان هم الاورجانيزيشنال ستراكشر هم عصب هذه المنظمه اللي في الاخر هيحققوا لي اهدافي هم الهيكل التنظيمي اللي المنظمه ملهاش معنى من خلاله اتيل بقى تشيف ذا جول هم اللي من خلالهم بنقدر نحقق اهداف المشروع او اهداف المنظمه اتس هيلب امانجينج ذا فانكشنال ارياز هم اللي بيقدروا يديروا كل ما له علاقه بالفانكشن اللي هي البراكتس والحاجات دي كلها هم اللي بيعملوها اتهلب ان اتشيفينج ذا فانكشنال ديبارتمنت جولز هي اللي بتقدر تحقق برضو الاهداف بتاعه القسم الداخليه جيف لايف فيزيكال اورجانيزيشن طبعا هم اللي بيعطوا الحياه تنظيم الفيزيكال اورجانيزيشن هم اللي بيعطوا هم اللي بيشتغلوا في الاخر هم اللي بيشتغلوا هم اللي بيادوا لي هم اللي من خلالهم بنقدر نحقق الاهداف بتاعتنا بعد كده نتكلم عن various types of job available رقم واحد physical jobs بقى حاجات مختلفة مثلا ممكن عندنا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الجوبس physical job creative job pro financial job intellectual job consultancy job technical job تمام احنا يعني البيبل او الجوب احنا اتكلمنا عنها احنا عندنا البيرسونال مانجمنت بتقسم الى ثلاث حاجات الاورجانيزيشن زي ما احنا اتكلمنا عنها والبيبل والجوب الانواع الجوب انواع مختلفه اللي احنا قلناها قبل كده دلوقتي والانواع البيبل اللي احنا هنقولها دلوقتي الفيزيكال فيت بيبل كرييتيف بيبل انتلكتوال بيبل تكنيكال بيبل بروفيشنت اند سكيلد بيبل الناس اللي هم عندهم مهارات شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته